محمود، قبل ما اسالك عن الجيش عايز اسالك عن لقطه يعني الى متى سيظل التحكيم بهذا الشكل وبهذا الاداء الغير عادل، وبهذا الاداء الغير عادل للاهلي وللبيراميدز وللزمالك وللداخليه بس يمكن هو بيراميدز اكثر المستفيدين، ولكن زي ما بقول دائما الى متى سيظل التحكيم بهذا الشكل؟ وعلى الجانب الاخر زي ما قلت لك احنا كل مره بنسال هو ليه النادي الاهلي ما بيجيب حكام اجانب، وناس كتيره بتسالنا ما هي بيجيب حكام اجانب، لما نراه من اخطاء واضحه بتحدث في كل المباريات. النادي الاهلي لو يقدر يجيب لكل الحكام او لكل المباريات حكام اجانب هيعمل، بس طبعا هو لا ما ينفعش يعمل كده. فلقطه زي دي وحكم المباراه واقف قدامها ولم تحتسب، هل اولا هل حضرتك شايفها ان هي ركله جزاء ولا لا؟ مليون في الميه مع ابو علي ولا لا؟ الاول ضربه جزاء صريحه، والغريب ان في وجود فار ووجود حكم جنبها على طول وشايف الكره قدام عينيه والملعب حتى مش باضاءه يعني بالنهار، ويعني كل حاجه تتيح للحكم ان هو يحسبها ضربه جزاء. اذا هي من وجهه نظر حضرتك اعتقد ان لعيبه بيراميدز نفسها كانت مقتنعه ان هي ضربه جزاء. وقفوا يعني انا قلت يعني طبعا انا بهزر، لكن انا قلت انه يعني لو اتعرضت على اي مسؤول في بيراميدز هيقول لك دي ركله جزاء. الى متى سيظل هذا الوضع قائما؟ وانا هنا ما بتكلمش على بيراميدز، لكن انا بتكلم عن منظومه التحكيم، لانه انا بتضر والاتحاد بيتضر والاسماعيلي بيتضر وكل الفرق بتتضر. حضرتك قلت ان هو غير عادل، التحكيم غير عادل، هو غير عادل وغير مقنع وغير مجدي وحاجات كتير جدا، لفظ غير هيجي كتير مع التحكيم، وانت عارف رايي في هذا الملف. وعلى فكره من سنين طويله انا كنت بشيد بعض المواهب في التحكيم المصري، لكن المواهب بتقل رويدا رويدا كمان، لكن الملاعب النهارده بتبكي واحد زي احمد رفعت صحيح راح على عالمنا، ودي رساله. اذا ما كانوش هيتعلم الرسائل الالهيه يبقى اقول على الدنيا السلام. الانسان في النهايه هيرحل ويبقى اثره وبصمته وتاريخه صح ومسيرته، فدي رساله لكل حكم، كل واحد فينا. لكن طالما اتكلمنا على التحكيم، الصفاره اللي حضرتك ماسكها دي هي بالاساس حكم قضائي. انت بتمثل العداله داخل مستطيل اخضر، مطالب ان انت تحقق العداله بقدر المستطاع، ولو ما قدرتش تحقق العداله الكامله راعي ضميرك وفقط. حتى لما شفتش بعض الاخطاء مفيش مشكله، لكن لما تحقق العداله بضميرك المهني وتنحاز لمهنتك بس وللصافره اللي انت ماسكها، حتى لو غلطت الناس هتسقف لك. صحيح. شوفوا درجه ايه؟ ايوه، فكره ان الناس تثق فيك ان انت عندك ضمير واخطائك غير متعمده. ايوه، دي قمه النجاح. انا اثق شخصيا ان كل الاخطاء غير متعمده.